عدم الاغترار بالعمل الصالح. قال الله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور كل شيء أصيب به الإنسان بغرة، أي بغفلة، فكل شيء يولد الغفلة في قلب الإنسان فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، ومن جملة ذلك الأعمال الصالحة. وفي صحيح البخاري، وأصل الحديث في الصحيحين، إلا أن اللفظة المذكورة عند البخاري وحده، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديثا في فضل الوضوء وما يكفر من الذنوب قال صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، لا تغتروا بأنكم عملتم هذه الأعمال، لا تغتروا بأنكم وقفتم في هذه المشاعر، لا تغتروا بأنكم تركتم أهلكم وجئتم تطلبون ما عند الله، لا تغتروا. فالله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لقلت إني من أهل الجنة. وفي ترجمة عامر بن عبد الكوفي، وكان رجلاً عابداً، أنه لما حضره الموت جاءه بعض أصحابه يذكره أعماله الصالحة ليخفف عنه من شدة الموت، فجعل يذكر له أعماله الصالحة: ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ فرفع رأسه ثم قال: فأين قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بما عمل من الأعمال وما بذل من الأموال